اهلا بكم اعزائي المشاهدين في فقرتنا هذه، نسلط الضوء على خطوه رائعه اقدمت عليها جامعه دار الحكمه بجده من خلال انشاء مركز خاص للمعلم القدوه، لتبنى مجموعه من البرامج التي تهدف لتاهيل كادر التعليم بكل اطيافه وتطوير قدراتهم كجزء من برنامج خدمه المجتمع التي تبنتها جامعه دار الحكمه بالتعاون مع التعليم في جده. تفاصيل اكثر اعزائي المشاهدين مع ضيوفنا في استديوهاتنا في جده، دكتورة منى كريم مديرة مركز المعلمة القدوة بجامعة دار الحكمة. الله يمسيكي بالخير دكتورة. الله يسلمك، أهلا وسهلا بكم. في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أحييكم وأحيي السادة المشاهدين وأشكر لكم استضافتي في البرنامج الرائع. يعطيك العافية دكتورة. بديت أبغى أسألك في البداية، فكرة المركز اللي أسستوه في جامعة دار الحكمة إيش هي كانت الفكرة عشان نقدر نوضحها إحنا للسادة المشاهدين؟ فكرة البرنامج أو فكرة المركز في البداية هو أول مركز جامعي غير ربحي تقيم الجامعة لخدمة المجتمع. في العموم لو نشوف في باقي الجامعات في الدول الأوروبية والأمريكية، كل جامعة بيكون لها مركز مخصص لتدريب المعلمين والمعلمات. في جامعة دار الحكمة حبت إنها تبادر لخدمة المجتمع من خلال إقامة هذا المركز. المركز هو جاء كفكرة بناء على نجاح برامج المعلمة القدوة الثلاثة التي أقيمت من ابتداء من عام 2006 إلى 2008. كان نجاح البرامج الثلاثة صدى كبير، ولإصرار المعلمات على إقامة البرنامج مرة أخرى قررت جامعة دار الحكمة إنها تقيمه مرة أخرى، لكن بصورة أكبر كمركز متضمن ليس فقط برنامج المعلمة القدوة ولكن برامج أخرى متعددة مثل ورش العمل وبرامج أخرى مثل دبلومات للمعلمات والمديرات المدارس. طيب دكتورة، وعموما هذا تفضلي، بس بغيت أسألك إيش هي يعني نوع الخدمة اللي أنتم تقدمونها في هذا المركز؟ هل هي متاحة للجميع يعني جميع كادر التعليم ولا بس للمعلمات فقط؟ لا، هي متاحة لجميع الكادر التعليمي، للمعلمات، لمديرات المدارس، للمشرفات، حتى المرشدات الطلابيات والطالبات أيضا. نحن حاليا بدأنا ببرنامج المعلمة القدوة اللي هو أحد برامج المركز، بيحضر لنا حاليا تقريبا 1000 معلمة لله الحمد، وبالإضافة إلى مديرات المدارس والمشرفات، لأنه إيماننا بأنه المعلمة فقط لمن تأخذ الفكرة وتبدأ تطبقها في الفصل محتاجة إلى دعم الإدارة، فالإدارة لمن تكون عارفة بالوضع اللي هي المعلم أو المعلومات الجديدة اللي بتحصلها عليها المعلمات، فهي حتساعدها وتدعمها في تطبيق الأفكار الجديدة. طيب وعموما خليني أضيف كمان فضلي. لو سمحتي لي، بالنسبة لفكرة المركز هو قائم أو جام من خلال إيمان جامعة دار الحكمة بدورها لخدمة المجتمع. فدار الحكمة هي من أولى المؤسسات التي أوجبت على طالباتها والموظفات أنهم يكون لنا ساعات خدمة للمجتمع. مثلا الطالبة ما تتخرج إلا إذا انتهت من 100 ساعة خدمة سواء في داخل الجامعة أو في خارجها، فكان البرنامج هذا كمان هو من ضمن خدماتها للمجتمع ولإيمانها بدور المعلم والمدرس في تخريج أفضل. طبعا نحن عارفين نحن في حاجة الطالبات والطلبة لرفع وتنمية المجتمع. هي كلها ما شاء الله منظومة متكاملة ومتصلة. طيب أنت تفضلتي أنه في عدد من البرامج اللي أنتوا أطلقتوها، صح ولا لا؟ مو كان بس للمدرسات فقط، كمان للطالبات. تعطيني فكرة إيش هي البرامج اللي أنتوا يعني أطلقتوها لكل واحد منهم وكيف كان صداها؟ في البداية احنا أول برنامج أطلقناه هو برنامج المعلمة القدوة، وابتدأ كان يوم الافتتاح يوم 5 أكتوبر اللي هو يوافق يوم المعلم، احتفال جامعة دار الحكمة بيوم المعلم. وكان يوم الافتتاح يتضمن ندوة استضافت فيها عدد من أقطاب الهيئة التعليمية، مثلا مركز تدريب المعلمات، التعليم الخاص، أستاذة نسيبة من الكويت،
ناقشنا في أهم المشاكل اللي بتواجهها مختلف القطاعات، فهم جلسنا كلنا مع بعض وبدأ كل مين يدلي بالمشاكل وأهم المتاعب اللي بتواجه المعلم أو كل جهة من أخرى، فهذا شيء يسمح للجميع بأنهم يناقشوا الأفكار والحلول، كل مين يعطي حل من جهته ويعرف مشاكل الأخرى. بعد كده اليوم اللي بعده بدأنا المحاضرات، وكانت زي ما قلت لحضرتك 1000 لـ1000 معلمة. حضر معنا أول مرة أستاذة نسيبة المطوع، كانت من الكويت وهي بتكون حاضرة في جميع المحاضرات. البرنامج هذا عبارة عن 8 محاضرات على مدى 4 شهور، بتكون محاضرتين كل شهر. بتحضر أستاذة نسيبة المطوع في كل مرة. المحاضرة الأولى كانت باستضافة كمان دكتور وليد فتاحي، المرة الثانية كان دكتور أسامة حريري، وعندنا نخبة أخرى من المدربين مثل دكتور جاسم المطوع حيكون يوم الأربعاء القادم بإذن الله، وفي دكتور أيوب الأيوب ودكتور رياض جوادي، وكلهم يعني نخبة معروفة ومتميزة في التعليم التربوي لتقديم أفضل المعلومات الحديثة للمعلمين ومديرات المدارس. بالنسبة للطالبات نحن محددين يوم خاص للطالبات، بيكون في بنناقش معاهم أهم المشاكل الموجودة عندهم، بنقدم لهم قدوات مثلا من طالبات الجامعة اللي هم قدموا نجاحات وحصلوا على تجارب ناجحة، فهم بيقدموا لهم هذه القدوات أمامهم على أساس أنه والله أنتم ممكن توصلوا وممكن تنجحوا زي ما نحن نجحنا. نعم. هذا بالنسبة للطالبات. دكتورة منى، في كمان يوم مخصص، بس اسمحي لي كمان، احنا عندنا نموذج ناجح معنا على التليفون، المعلمة أمل الشهري، وهي فائزة بالمركز الأول في جائزة جدة للمعلم المتميز. خليني أمسي بكل خير أستاذة أمل، يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله. مبارك لك الجائزة أولا، وبعدين أبغى أسألك كيف يأثر التقدير والتكريم على خلق روح المنافسة الإيجابية بالذات في قطاع التعليم؟ الله يمسيك بالخير إن شاء الله ويحييك، وسعيدة جدا بهذا اللقاء. والله صراحة التقدير يعني أعطاني حافز قوي إني أقدم المزيد في الميدان، يعني سيفيدني ويفيد زميلاتي ويفيد طالباتي يعني في المركز الأول. طيب تجربتك بالفوز بالجائزة يعني في جدة للمعلم، كيف كان أثرها على يعني مشوارك المهني في التعليم؟ صراحة إني أعتبرها يعني كانت من أوائل خطواتي نحو القمة. وأضافت لي الكثير، فمهما كان نجاح بسيط هو يكون عظيم لأنه يقود يعني نجاح أكبر منه، فأعتبر هذه يعني وصولي للقمة بحصول على جائزة التميز، ويكون في نفس الوقت بخطوة أولى للأفضل إن شاء الله تعالى. طبعا أكيد احنا نتمنى لك كل التوفيق، ونبارك لك كمان هنا من برنامج سيدتي أمل الشهري الفائزة في المركز الأول في جائزة جدة للمعلم المتميز. شكرا لك. عودة لك دكتورة منى. أنا كمان أحب أحيي الأستاذة أمل واللي حتكون مشاركة معنا بإذن الله يوم الأربعاء القادم، على أساس أنها كنموذج فاز بأحد الجوائز لجائزة جدة للمعلم، وهذه المنظمة اللي هي مركز جائزة جدة للمعلم قدمت لنا العديد من الخدمات ومساندتنا بصراحة في البرنامج، ونشكر لهم بجهودهم، وزي ما قلنا أستاذة أمل الشهري حتقدم التجربة الناجحة لها. نحن من دورنا كمان خصصنا جائزة لكل معلمة ممكن أنها تأخذ الأفكار اللي بتقدمها أستاذة نسيبة وبتطبقها عندها في الفصل، وبعد كده بنفرز المشاركات وبنشوف أفضل مشاركة، وبعد كده بتتسلم شهادة وبالإضافة إلى جائزة قيمتها 2000 ريال. بالإضافة لأن كمان بنقدم. طيب إيش يعني حجم المستفيدين حتى الآن من هذه الخدمات، خدمات المركز، وإيش هي الخطوات القادمة اللي أنتم حتسعون لها إن شاء الله؟ طيب الخطوات القادمة نحن عندنا إن شاء الله حنبدأ من يوم السبت، يوم 7 نوفمبر، ورش العمل. عندنا ما يزيد عن 24 ورشة عمل تختص بتقديم تفاصيل دقيقة، يعني نحن في برنامج المعلم القدوة اللي هو 8 محاضرات بنقدم أفكار عامة، بنعطي دافعية للمعلمات إنكم أنتوا إيش دوركم، يعني أستاذة نسيبة بتسميهم ورثات الأنبياء، فلو تشوفي ردة الفعل المعلمات كيف كانت،
لما تيجيكي معلمة تقول أنا لأول مرة أحس إيش دوري إني أنا وريثة نبي، لما تقول إني أنا لأول مرة أروح أحضر وأدخل أشوف المعلم طالباتي إنهم ثروة أمامي، إني أنا حابة إني أنا أغيرهم وحابة إني أنا أطلع منهم مخترعات وناس بتخدم المجتمع بطريقة مفيدة، هذا كله شيء رائع بيعطينا دافعية أكبر لتقديم الأكثر. بالإضافة زي ما قلت لحضرتك من يوم السبت حنبدأ 24 ورشة عمل على مدى الأربع شهور الجاية، حيكون كل سبت تقريبا عندنا عدد من ورش العمل. هذه بتقدم تفاصيل أكبر دقيقة للمعلمات إنهم كيف يستفيدوا، كيف ممكن يوظفوا مهاراتهم أو ينموا مهاراتهم عشان يوظفوها بطريقة أفضل في الفصل. طبعا دكتورة هذا بالنسبة لهذا، بإن شاء الله على الترم الجاي أو السنة الجاية نحن بنعد دبلومات بالتعاون مع جامعات عالمية أوروبية وأمريكية، حيكون في الدبلومات للمعلمات، دبلومات لإدارة المدرسة، حيكون في موقع للتعليم عن بعد، حنقدم فيه ورش العمل هذه لكافة المعلمات اللي موجودين في المملكة، للناس اللي ما تقدر تحضر في جدة، فنحن نحب إن نقدم لهم العلم هذا ونوفره للجميع. طبعا دكتورة منى احنا نتمنى لكم كل التوفيق، يعني ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله بخطواتكم القادمة. الدكتورة منى كريم مديرة مركز المعلم القدوة بجامعة دار الحكمة، شكرا لك. الله شكرا جزيلا لك يا هلا. اعزائي المشاهدين برنامج سيدتي مستمر، لكن اكيد بعد هالفاصل. في سيدتي بعد الفاصل. البرستيج والظهور الاجتماعي يدفع بالأزواج إلى تبديل زوجاتهم وأم العيال ضحية. جديد سيدتي مول الآن على جهازك وموبايلك، أول موقع من نوعه عربيا. تجولي بكبسة زر في كل مولات مدينتك، طلعي على أحدث المنتجات وأسعارها وآخر العروض والتخفيضات، واختاري كل احتياجات جمالك وأناقتك وبيتك وعائلتك. سيدتي مول ينقل لك تجارب متسوقات ويستقبلك في ناد خاص لتتفاعلي وتفوزي بعروض شراء لك وحدك. سيدتي مول، الوجهة الأولى للماركات العالمية.